آخر مرة تانية بنبدأ معاكم بفقرة الصحافة كالعادة وتعليق على عناوين الأخبار. ومعانا النهاردة أستاذ محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس القسم السياسي بجريدة الشروق. صباح الخير. صباح الخير. نهارك سعيد. ازاي؟ نهارك سعيد. يعني نبدأ بأهم الأخبار النهاردة. المصري يوم، الصفحة الأولى: الثورة تبدأ معركة تسليم السلطة. وده يعني الطلب اللي بقالنا بنسمعه آخر 3 شهور مثلا. ده طبعا كانت عنوان تغطية جمعة استرداد الثورة اللي خرج فيها الآلاف من النشطاء والمواطنين في ميادين التحرير في القاهرة والمحافظات، ورفعوا 9 مطالب على رأسها إجراء الانتخابات على كامل مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية المغلقة، وتحديد جدول زمني لتسليم السلطة لحكومة منتخبة ورئيس مدني في موعد أقصاه فبراير المقبل، وإلغاء حالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية. جمعة امبارح كان لها خصوصية، هناك شعور متنامي عند عدد كبير من القوى السياسية أن المجلس العسكري غير راغب في تسليم السلطة، أو على الأقل متباطئ في تسليم السلطة لأسباب غير مفهومة. تم الحشد لهذه الجمعة منذ أسبوعين تقريبا بهدف الضغط على المجلس العسكري لتعديل قانون الانتخابات، ألا أن المجلس العسكري خزل القوى السياسية وأعلن عن التعديل بنسبة 70% إلى 30% للفردي، وكمان منع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية. أظن الجمعة كانت ناجحة، أتت ثمارها بأن بالأمس مكتب الفريق سامي عنان اتصل برؤساء الأحزاب ودعاهم إلى اجتماع طارئ للتشاور حول قانون الانتخابات وبعض الشؤون السياسية ظهر اليوم الساعة 12. امبارح ميدان التحرير شهد ظهور 3 من مرشحي الرئاسة، منهم الدكتور محمد سليم العوة الذي أعلن عن تجميد حملته الانتخابية لحين تحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة، والدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يعني شن هجوما ضاريا على المجلس العسكري وعلى قراراته، والدكتور أيمن نور. كانت جمعة ناجحة. لا، في 20 حزب سياسي، كتلة سياسية قرروا ان هم يقطعوا الانتخابات لو النهاردة يعني لم يستجيب ليهم المجلس العسكري. هو كان تهديد بالمقاطعة او تلويح. هم اكتر من 20، هم 60 حزب سياسي اصدروا يوم الاربع مساء الاربعاء الماضي بيان اعلنوا فيه ان هو لو ان لم يتم تعديل المادة 5 في قانون الانتخابات التي تقضي بعدم ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية سيقاطعون الانتخابات. غدا هناك اجتماع آخر مهم لكل القوى السياسية في حزب الوفد، سيدرسون خلاله آليات التصعيد ضد المجلس العسكري في حالة عدم استجابته، ولكن أظن اجتماع اليوم سيجهد. حضرتك تتوقع أن النهاردة الاجتماع هيلغي قائمة أو نظام التلتين والتلت بعد ده مش أول تعديل يجرى عليها؟ القوى السياسية ضغطت وعلى المجلس العسكري أن يستجيب ليس فقط بتعديل قانون الانتخابات، ولكن بسرعة إصدار قانون الغدر، أو على الأقل إصدار مرسوم بعزل قيادات الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات. ليس من المقبول أن يكون برلمان الثورة يضم قيادات أو أعضاء من الحزب الوطني السابق، لأن هذا البرلمان هو اللي هيصيغ الدستور، هو اللي هيعيد النظر في كل التشريعات التي صدرت خلال 30 عاما الماضية، وبالتالي ليس أمام المجلس العسكري إلا أن يستجيب للقوى الثورية التي استطاعت أن تسقط نظام مبارك. يعني. الأهرام الصفحة الأولى: عرض أمريكي لزيادة المعونة مقابل الإفراج عن الجاسوس جبرائيل. طبعا ده يعني خبر نزل مش في الأهرام بس، في كل الجرايد. زي ما احنا تابعنا قضية الضابط الإسرائيلي، ضابط المخابرات الإسرائيلي جبرائيل، خدت مننا تقريبا 2 أسبوع من المتابعة والنشر، والأجهزة الأمنية صدرت على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون صور لهذا الجاسوس وهو في إمبابة وهو في ميدان التحرير وهو في مشيخة الأزهر، ولاحقته الاتهامات بنقل معلومات مهمة عن المجتمع المصري إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية، ليس فقط ولكن أنه قام بالتحريض على بعض الأعمال
الشغب والأعمال العدائية، ومنها ما حدث أمام كنيسة إمبابة. ليس من المقبول تحت أي ظرف من الظروف أن تقبل مصر الثورة بتسليم جاسوس مقابل زيادة المعونة، لأن عدد كبير من القوى السياسية والثورية بتطالب بإعادة النظر في المعونة الأمريكية. إذا كانت هذه المعونة تعني أن مصر تخضع للقرار الأمريكي، فلسنا في حاجة إلى هذه المعونة. الشروق الصفحة الأولى، البدوي يتخذ قرارا منفردا بإنهاء تحالف الوفد مع حزب الإخوان. ده برضو يعني احنا بدأنا الوفد وحزب الإخوان، والنهاردة ناس كتير قوي بتقول ان بعض يعني افراد الحزب الوطني المنحل هينضموا بدل الإخوان المسلمين لحزب الوفد. ده طبعا خبر مهم موجود في الشروق وفي المصري اليوم. علمة الشروق امس او منذ ايام ان عدد من اعضاء الحزب الوطني وقياداته حاولوا التسلل الى داخل حزب الوفد للترشح على قوائمه في الانتخابات المقابلة. في المقابل حصل غضب داخل التحالف الوطني من التحالف الديمقراطي من اجل مصر، وعلى رأس هذا التحالف حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، من تسلل بعض قيادات الحزب الوطني حتى وان كانوا شرفاء، لان طلعت تصريحات من قيادات من حزب الوفد قالوا ما فيش مانع من الاستعانة بشرفاء الوطني. الموضوع الخلاف أظنه اتطور. في تصريحات مهمة للدكتور السيد البدوي للشروق رجح فيها إنهاء التنسيق الانتخابي وليس إنهاء التحالف بالكامل أو فض التحالف بالكامل. قال ننهي التنسيق الانتخابي لأن عدد كبير من قيادات الحزب في المحافظات تريد الترشح، وفي حالة دخول الوفد في تحالف انتخابي أو تنسيق انتخابي مع حزب الحرية العدالة وباقي أحزاب التحالف سيؤثر ذلك على الوفد ومرشحيه في المحافظات، وستحدث حالة من الغضب من هذه القيادات ضد السيد البدوي وضد قيادات الوفد. في المقابل في تصريح آخر للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة تمنى فيه أن يستمر التحالف، وقال أطالب أن نتخطى مع بعضنا البعض كل العقبات وأن نصبر على بعضنا البعض، لأنه من الضروري أن يكون هناك كتلة متوافقة، فالتحالف معناه أن أتنازل عن بعض رغباتي. أحب أقول أن لو قوى المعارضة السابقة أو القوى السياسية الحالية اختلفت مع بعضها ونافست بعضها البعض في الانتخابات المقبلة سيصب ذلك مباشرة في مصلحة قيادات الحزب الوطني الذين بدأوا الاستعداد لتلك الانتخابات مبكرا من خلال 7 أحزاب خرجت من رحم الوطني خلال الشهر اللي فات، وبالتالي مطلوب إعادة النظر في قرار البدوي. اليوم هناك اجتماع مكتب تنفيذي لحزب الوفد، يعني أتمنى أن بعد هذا الاجتماع أن يتراجع البدوي عن قراره ويتنازل ويعود مرة أخرى للتنسيق مع الإخوان وغيرهم من القوى السياسية. الشروق الصفحة الثالثة، غدا ثورة الأمناء ضد العسوي واحتواء أزمة في المعادي. كان في قرار بوقف عدد من ضباط ائتلاف الشرطة والأمناء وعلى رأسهم الرائد أحمد رجب والمقدم ياسر أبو المجد. حصلت حالة غضب، هناك قرار بوقفة احتجاجية للائتلاف وعدد كبير من الضباط والأمناء غدا أمام وزارة الداخلية في محاولة لاحتواء هذا الغضب. ويعني زميلنا ممدوح حسن نائل على لسان اللواء مجدي التهامي مدير شؤون الأفراد بوزارة الداخلية إن التهامي أبلغ الضباط بعدم الاعتداد بما جاء في الكتاب الدوري الذي نص على وقف رجب وزميله في الائتلاف في محاولة لاحتواء الغضب. في الأهرام الصفحة الأولى، وزارة الزراعة تستعيد شركات الاستصلاح 6 الكبرى، ويعني من أول شهر 9 أعتقد في استعادة لأكثر من شركة مساهمة، مثلا زي شركات تصنيع العربيات وإعادة تصنيع وتجميع العربيات، ف الحمد لله أعتقد دي خطوة كويسة. خطوة جيدة، خصوصا إحنا طلعت مجموعة من الأحكام القضائية خلال الأسبوعين اللي فاتوا قضت بعودة عدد من المصانع والمشروعات الكبرى الذي عدد من رجال الأعمال حصلوا عليها أثناء النظام السابق دون وجه حق. أظن أن دي خطوة ثورية تواكب ما يحدث في مصر الآن.
الأخبار الصفحة الأولى: صرف حافز للمعلمين 200%، وابتدينا يبقى فيه استجابة لبعض طلبات المعلمين بعد يعني ما احنا بقالنا المدرسين بدأوا ضغط مع بداية العام الدراسي، طلبوا فيه برفع حافز الإسابة اللي عشان يكون الإجمالي بتاعه 200%. حدثت عدد من المفاوضات مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم انتهت، يعني ده خبر جيد جدا لعدد كبير من المدرسين ان رفع حافز الإسابة بنسبة 200%، زي ما عرفنا او زي ما الخبر كاتب ان الحكومة استطاعت ان هي تدبر 2 مليار جنيه من احتياطي الموازنة العامة للدولة. هل هيحدث ذلك خلل في الموازنة العامة ام لا؟ ده المفروض نتكلم فيه. والحافز ده هيبقى مؤقت ولا لا هيستمر؟ خلاص حافز، حافز إسابة ثابت. المصري اليوم الصفحة الثالثة: شرق المتوسط تبدأ إجراءات التحكيم الدولي ضد مصر بعد التفجير السادس لخط العريش، وأعتقد ده خبر كان متوقع. يعني بعد ست تفجيرات كان لازم يبقى فيه تدخل. 200 يوم من توقف ضخ الغاز في هذا الخط نتيجة لأعمال بين قوسين إرهابية بتفجير الخط الغاز، دي سادس مرة يتم فيها التفجير. كان في تحذيرات لمصر بأن الشركة ستلجأ إلى التحكيم الدولي في حال لم تقوم الأجهزة الأمنية بما عليها من حماية خط الغاز، زي ما زميلنا أشرف فكري نائل أن الشركة بدأت في إجراءات فعلية في التقاضي أمام التحكيم الدولي ضد مصر. الشروق صفحة الثالثة: تقديرات لرويترز: النمو في مصر من أقل من نصف ما تتوقعه الحكومة. هي التقديرات دي معتمدة على إيه؟ التقديرات معتمدة على عدد من الأرقام، بيبقى أولها الاضطرابات زي ما ناقلين في الشروق النهاردة، الاضطرابات التي تشهدها قطاعات السياحة والاستثمار، استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، كل ده أثر على الاقتصاد المصري. طبيعة الحال طالعين من ثورة، في حالة من حالات الانفلات الأمني، قطاع السياحة متأثر بشكل غير عادي، استثمارات الأجنبية بتتراجع بشكل غير عادي، في أزمة عالمية في البورصة، في عدد كبير من الأجانب بدأوا يبيعوا في حصصهم في حصصهم من أسهم البورصة، وبالتالي التراجع كان متوقع. لكن أتمنى بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة منتخبة أن تشهد مصر حالة من الاستقرار تؤثر على النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. يا رب إن شاء الله. أستاذ محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس القسم السياسي بجريدة الشروق، بشكرك جدا، نهارك سعيد.